لم يصدق أحد الخسارة المذلة التي تكبدها المنتخب البرازيلي على أرضه وأمام جماهيره بسباعية كاملة أمام الألمان، إذ تم أخذ رأي الفنيين الألمان وتم استفسارهم عن سبب النتيجة العريضة التي حققوها، ومن بينهم المدرب يواكيم لوف الذي فسر الأمر بضغط الجماهير الذي لم يتحمله لاعبون البرازيليون. وقال في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني أن الضغط ربما كان كبيرا جدا، وشبه حالة البرازيليين بالحالة التي كان عليها المانشافت في نصف نهائي 2006 أمام إيطاليا. وقال: الآمال التي كانت معلقة على الفريق وهو يلعب على أرضه ربما نالت منه، نعرف ذلك جيدا من تجربتنا عام 2006. ومن جهته قال جيوفاني إلبر مهاجم بايرن ميونخ السابق ومنتخب البرازيل الذي يعمل ناقدا في التلفزيون الألماني: تحدثت مع دانتي وأبلغني بأن الفريق تتبناه عاطفة واحدة، وقال لي أنهم يحاولون تجاوز كل مرحلة بالعواطف، لكننا رأينا الفريق ينهار بعد تأخره. ربما تستطيع الفوز بمباراة أو ربما مباراتين بهذه العواطف، لكنك لن تفوز أبدا بكأس العالم بالعواطف وحدها ودون خطط محكمة. وقال أيضا ميميت تشول لاعب وسط منتخب ألمانيا السابق: إن لاعبي المنتخب الألماني كانوا في حالة تركيز ذهني وأقوياء بما يكفي للتعامل مع الانتكاسات دون أن ينهاروا. وأضاف أيضا: إذا كان فريق يعتمد على العواطف واجه فريقا مثل ألمانيا يستطيع التعامل مع الانتكاسات ولديه الكثير من اللاعبين الجيدين، فإن العواطف وحدها لن تكون كافية للفوز. أما أوليفر كان حارس ألماني السابق فقال أنه اندهش من رؤية اللاعبين البرازيليين وهم يبكون في الملعب كثيرا، وصرح الألماني قائلا: لا أدري حجم ما كان لاعبو البرازيل يحملونه على أكتافهم، رأينا انهيارا جماعيا لكل اللاعبين، فهذا الفريق لم تكن لديه الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط كهذه البطولة الكبيرة وعلى أرضهم. بعد 50 عاما سيبقى الأطفال يتذكرون خسارة البرازيل أمام ألمانيا، هي كلمات قالها المدرب البرتغالي جوزي مورينيو عن الهزيمة التاريخية لراقصي السامبا والإنجاز الألماني السبيشال وان. دافع عن لاعبه السابق دافيد لويز قائلا: إن لاعبي البرازيل كلهم يتحملون مسؤولية الخسارة. مورينيو أضاف لشبكة ياهو أنه ليس من العدل الفصل بين مسؤولية اللاعب والفريق لأن التشكيلة البرازيلية لعبت بشكل سيء جداً.